واحنا النهارده في الحاله الاستثنائيه احتفاليه كبيره بفوز النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا. معانا الفنان الكبير محمد رياض. فنان محمد رياض، تحياتي ليك ومنور قناه الاهلي. اهلا يا كابتن، ازاي حضرتك؟ واحد من الاهلاويه الكبار محمد رياض. ربنا يخليك. ببارك طبعا للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي، وببارك لمصر الحقيقه كمان بالكاس ال 12، وده انجاز كبير جدا 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 بالنسبه لينا احنا كمصر كمان وكجمهور الاهلي وكالنادي الاهلي. حاجه بصراحه انا عايز اقول ان الاهلي دايما الحقيقه مفرحنا. أكيد. الاهلي دايما بشرف الكره المصريه كلها. الاهلي كان متحمل يعني عبء وعلى عاتقه الكره المصريه الفتره اللي فاتت كلها في المحافل كلها الدوليه، سواء كان في افريقيا او في كاس العالم للانديه. ببارك للنادي الاهلي جدا جدا، وانتوا بجد فرحتونا، والاهلي مؤسسه كبيره جدا جدا جدا، مؤسسه ليها نظام وليها اداره كبيره. بشكركم بصراحه على الفرحه الكبيره اللي انتوا فرحتوها لنا، وجمهور الاهلي الحقيقه دايما طماع. أيوة. طول الوقت عايز بطولات، طول الوقت عايز ما بيشبعش من البطولات. يعني أيوة. احنا بنفكر خلصنا كاس افريقيا ابطال افريقيا، فخلاص احنا بندور دلوقتي على الدوري. أيوة. بندور على السوبر، بندور على الكاس العالم للانديه كمان السنه دي كمان بشكل مختلف، فالمنافسه هتبقى اكبر بكتير. مستنيين كمان من النادي الاهلي ان هو يحقق فيها انجاز برضو يضاف الى الانجازات الكبيره اللي بيحصدها النادي الاهلي. الوقت الفنان محمد رياض هو بيتابع مباراه الاهلي، الوقت اللي انت كنت قاعد وقلقان فيه؟ طبعا قلقان لان النتيجه ما كانتش تطمن. انت بتتكلم في عايز هدف تاني وتالت يطمنك. وخايف طبعا، مرعوب ان يجي جون حتى بعد ما جبنا الجون الاولاني. والحمد لله ان هو جه في بدري يعني. لكن كنت مرعوب، ومرعوب طبعا من الكوره بتاعه اللي كانت اللي لعبها اللي مرت من جنب القائم. بالظبط، والكوره تمام، خفت للحكم يحسبها، وكان جايب توقيت صعب جدا. أكيد. فكنت مرعوب لغايه لما الحكم صفر. صحيح الاهلي كان مسيطر على الماتش. وما كانش فيه خطوره كبيره من الاهلي، قدر يقفل خطوطه كويس جدا جدا جدا. هو كانت مباراه تكتيكيه اكتر منها. يعني كانت مباراه فنيه اكتر بكتير من فيها المتعه الكبيره بتاعت النادي الاهلي اللي بيقدمها. لكن هي المباراه النهائي بتبقى ليها حسابات اخرى يعني، خصوصا ان انت على ارضك وفي وسط الجمهور العظيم اللي كان مالي الاستاد. يعني كانت حاجه مفرحه جدا، جمهور الاهلي دايما في المعاد الحقيقه. فطبعا كنت حاسس بالعبء الشديد اللي كان موجود على اللعيبه وعلى الجهاز الفني وعلى الاداره وعلى الجمهور اللي كان في البيوت كلها. فدي كانت اصعب لحظات، يعني كنت خايف جدا من انه يجي جون في الاهلي. شفت التنظيم الاهلي يعني في المعاد دايما يعني. شفت التنظيم الرائع اللي كان بعد المباراه بتتويج النادي الاهلي بالاحتفاليه الكبيره بالشكل الحلو اللي ظهر عليه النادي الاهلي. وانا بقول هنا لما يكون في تنظيم رائع بنتكلم عن صوره مصر والرياضه المصريه. شفت الشكل ده ازاي واحتفاليه النادي الاهلي بعد المباراه؟ شكل رائع، منظم، ناس عارفه يعني تدير البطولات ازاي، عارفه ازاي تنظم. محدش خرج خالص عن يعني عن اي روح رياضيه. الجمهور كان مثالي الحقيقه. انا اسمح لي ان انا احيي الجمهور اللي راح وملى الاستاد عن اخره بهذا الشكل الرائع. احنا كنا شايفين كتله حمراء فقط، لون احمر في كل الاستاد. بالتيشيرت بتاع الاهلي، بالاعلام، كانت حاجه مشرفه يعني. دي مصر اللي لازم تتقدم للعالم كله. الحقيقه كان تنظيم رائع جدا، جمهور كان اكثر من رائع، اللعيبه كانت على قد المسؤوليه. لا، حاجه كانت مشرفه يعني. دايما كده الاهلي الحقيقه معودنا على التنظيم وعلى البطولات وعلى المتعه وعلى كل شيء. ف يعني دايما مفرحنا. مين اكثر
واحد من لعيبه الجيل الحالي يعجب الفنان محمد رياض من لعيبه النادي الاهلي في ادائه وفي لعبه؟ انا بحب قوي كل واحد الحقيقه له دور في الملعب. تمام. يعني من اول مصطفى شوبير وطبعا محمد الشناوي الحارس العملاق بتاعنا وحارس مصر العملاق. من اول مصطفى شوبير لان هو لعب النهائي وكان الفتره اللي فاتت رائع بصراحه ومستقبل كبير لحراسه المرمى في مصر كلها مش في النادي الاهلي بس. وبوتنشال عالي جدا مصطفى شوبير. كل خط فيه لعيبه مميزه جدا وكل واحد عارف دوره، بس انا بحب قوي اللعيبه اللي عندها اللمسه بقى الحريفه قوي. يعني انا بحب حسين الشحات جدا. كويس. لعيب بيقدر عنده حلول وبيقدر يفوت كده في ثواني. بحب مروان عطيه قوي في وسط الملعب، وقال لي كده هو يعني خط وسط مدافع مالي مركزه وقادر يفسد هجمات كتير جدا. اكرم توفيق طبعا بروحه العاليه وتحس انه يعني مقاتل في الملعب محمد هاني كلهم الحقيقه. رامي ربيعه كمان السنه دي مقدم موسم رائع جدا. الفنان محمد رياض ما شاء الله يعني متابع وقروي من الدرجه الاولى. انا رايي تيجي معانا قناه الاهلي واستوديو التحليل وتحلل المباريات كمان. لا يا كابتن والله لا، وانت كمان انت كنت من اللعيبه الحريفه جدا ربنا يكرمك الموهوبين يعني. ربنا يكرمك. لا والله انا يعني اسعدتونا بجد بجد بجد. بشكركم، بشكر النادي الاهلي، بشكر اداره النادي الاهلي، بشكر جمهور النادي الاهلي، بشكر اللعيبه اللي كانت على قد المسؤوليه واللي هي دايما على قد المسؤوليه الحقيقه. هم ما خذلوناش ابدا، هم على طول يعني مفرحينا. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا الفنان الاهلاوي الكبير الفنان محمد رياض على المداخله المهمه النهارده، كان موجود معانا في احتفاليه تتويج النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره 12 في تاريخها.